هل الاهلي بعد استقاله موسيماني او رحيل موسيماني زي ما عايز تقول قول، كان الافضل انه يستمر بمدرب مصري وليكن كابتن سامي قمصان، او يجيب له حد غيره يكون موجود معاه ويأخر توقيت المدرب الاجنبي، ولا حضور المدرب الاجنبي في هذا التوقيت كان ضروري؟ بص، ما فيش اي اداره كانت تتحمل انها تاخد القرار ده، صعب ان كان ان هي تاخد القرار. لا، لانه قرار صعب. اقف معاك. لا معلش. طب ما هقول لك، ما انا قلت لك عايز اتخانق. مش انا قايل لك من الاول عايز اتخانق؟ وحسام البدري ضرب ازاي؟ ايوه، بس محمد يوسف ضرب ازاي؟ ما هم الاثنين دول ضربوا وخدوا بطولات. طالع من خساره بطوله افريقيا، وعندك دروب كبير في اللعيبه، في حاله اللعيبه الفنيه. سامي لما كسب اول ماتشين وكسب بيراميدز الدنيا كانت مبسوطه، بعد ماتش سموحه لا، الدنيا ماشي، هتبتدي الارض تحتيه. انا انا عن نفسي دعما للمدرب المصري ده حمايه وليس تقليل من سلا. انا انا اقول لك سامي كمل. نعم، يعني انا اقول لك سامي كمل. نعم، انت فاهم قصدي؟ نعم. ليه لا يكمل؟ دعما للمدرب اللي موجود في النادي الاهلي، وانه خد خبرات و و و الكلام ده. لكن قرار كان هيبقى صعب جدا جدا على ان اداره تاخده. سيبك من القرار صعب على الاداره، انا بتكلم. ايوه، ما احنا بنقول كده دلوقتي. لا 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 معلش. طيب احنا لو النتائج اللي احنا عليها دي موجوده في كانت هتحصل هتحصل. الله اعلم. لا بس لا، هي ما هي حصلت يبقى مقدر لها تحصل، بس مع ريكاردو. الله اعلم. مش مع سامي. الله اعلم. يعني انت واخد بالك؟ الله اعلم. انا بشوف انه كان هيبقى قرار صعب، مش اسهل قرار. ماشي، انا معاك. انت بقى تيجي تتكلم بقى، طب كان ريكاردو، طب كان حد تاني. لا انا بتكلمش انت بتتكلم على فكره، كل الاولاد الاقاويل دي اطلقت بعد النتائج، بعد خساره الكاس وبعد النتائج المدرب. ماشي، كل الناس بتقول عن المدرب وحداته التدريبيه هايله. لا هايل، وعامل شغل محترم. لا لا لا، انا ما بحكمش عليه. عنده مشروع عشان لا لا تبقى طبعا عارف يعني. انا بقول كده، بس انا بتكلم. كان لا هو مدرب، انا ما بحكم، ما اقدرش احكم عليه غير من اول السنه الجايه. تمام، بس عشان كده كنت بسالك. سيبك من القرار الصعب، سيبك من قرار الاداره. فنيا هل كان من الافضل انه مدرب مصري وليكن سامي قمصان؟ هو نفس السؤال. لا فنيا لا، لان مش حمايه. لو دراسه فنيا لو دراسه لحاله اللعيبه وشكل اللعيبه، ما كانتش الامور هتبقى زي ما هي كده. كان هيتحرق سامي قمصان. طبعا طبعا. اللي انت بتقوله ده مقدمات انه فرص الاهلي في الدوري اصبحت صعبه، لم تكن مستحيله. بص، انا عندي شويه ملاحظات على اللعيب، شويه ملاحظات على حاجات كتير. اريجو ساكي سالوه، ده مدرب كبير ايطالي، سالوه من اسبوع كده، قالوا له تحب تدرب مين؟ قال لهم محمد صلاح. النجوم. ليه؟ قال لهم يملك اخلاقيات العمل. اخلاقيات العمل اللي هي ايه؟ فيها 50 بند. ان هو طول الوقت بيسمع وعايز يشتغل ومركز وعامل حساب الجمهور وعامل حساب النتائج وعامل حساب كل حاجه. اللي انا شايفه من لعيبه الاهلي انه في استسلام للوضع السيء. استسلام للوضع السيء، فانت بتسلم نفسك. وهل الوضع سيء الى هذه الدرجه؟ سيء لهذه الدرجه. سيء، وانا اسف ان اقول ده ليله ماتش. نعم، لكن ده الوضع على ما سبق. مش عارف بكره ايه اللي هيحصل. صحيح. عشان في بيقول لك لا دعم الناس ودعم، لا، اللعيبه يا جماعه لازم يدعم نفسه قبل ما انت تدعمه. دعم نفسه ان هو بقى عارف اخلاقيات العمل. اخلاقيات العمل من الالتزام، من يبقى عارف وضعه النهارده وحالته النهارده سيئه. لا، ده انا لازم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. في ناس مجهده، مش كل الناس مجهده. مش كل الناس مجهده. طبعا مش كل الناس مجهده. مش كل الناس مجهده، نصهم اتصاب. ايوه. مش كل الناس مجهده. لكن في حاجه اسمها اخلاقيات العمل، الالتزام لناديك. انت فرحتني قبل كده. وخدت مقابل الفرحه كل حاجه. صح. تصيت من الجمهور، شهرة وفلوس ودفاع عنك. نعم. واشتيمة في مدربين المنتخب عشان مثلا استبعدك ولا عملته، وانت اللي بتفرح بس. كل الحاجات دي خدتها. الاخلاقيات العمل اللي هي اللي انا بقول لك عليها، اللي هي موجودة عند صلاح، اللي احنا بنقول عليه لازم يبقى قدوة لينا كلنا. انك انت تسيب كل حاجة
وما تستسلمش للوضع السيء اللي انت فيه دلوقتي. الوضع السيء ده خلاص يا جماعه، مصر كلها عرفت ان طاقم تحكيم يوناني بقياده خلاص انت واخد بالك حدوته يعني. فاخلاقيه العمل بتقول انك تبقى عارف ناديك فين دلوقتي، نعم، وانت فين، ومعمول كميه جري تبقى كتير، كميه حرص تبقى كبيره جدا، حرص على تمرينك، وحرص على مواعيدك، حرص على التزامك. فتره فتره صعبه، ولازم. انت بتطلب من الجمهور يدعمك ليه؟ مش انت بتطلب من الجمهور يدعمك طبعًا. عشان فرحتك قبل كده هدعمك، بس انت لازم احس بالرياكشن، رد الفعل بتاعك عامل ازاي. ان انا بلعب مباراه بجيب جون وما بضيعش فرصه، وانا بلعب فرقه مثلا هبطت، ما هو دي الرياكشنات دي اللي انا بقول عليه ده استسلام. ده استسلام خلى الراجل يطلع في المؤتمر الصحفي يقول انتوا، انا ما كنتش متخيل الوضع ده يبقى كده. مش قال كده؟ ايوه حسن، انا مش متخيل ان اللعيبه كان الوضع هيبقى كده، رغم الاجهاد ورغم ورغم ورغم، لكن رد فعل ال11، انا ليا ال10 ال11 اللي في الملعب، رد فعل سلبي. فهل انت انت كلاعب نادي اهلي هتسيب الزمالك او بيراميدز هم اللي ياخدوا الدوري، ولا انت اللي هتديهم الدوري؟ اقول لك يعني ايه الفرق؟ الاهلي اقول لك يعني ايه الفرق؟ اتفضل. الفرق ان انا عندي 9 ماتشات ولا 10؟ مظبوط 9. اكسبهم ومالكش دعوه. اكسبهم ومالكش دعوه. اكسبهم بقى ومالكش دعوه. حتى لو خسرت الدوري؟ حتى لو ولا لو كسبتهم هتاخد الدوري؟ انت عملت كل اللي عليك، عكس ما اجي انا ادي الدوري قبلها باسبوعين ثلاثه للزمالك او لبيراميدز. ايوه. ففي فرق بين ان انا ادي الزمالك الدوري، وفي فرق بان انا اعمل كل اللي عليا، الناس هتحط تحت ضغط الجمهور، الجمهور هيصدقك وهيقف جنبك في السنه اللي بعديها. ما احنا عندنا 43 دوري. صح صحيح، لكن الناس لازم تشوف منك رد فعل غير كده، رد فعل مغاير تماما. عشان كده انا بقول لك هي دي اخلاقيات العمل، انك انت لازم طول الوقت تبقى في منافسه. انت ليه بتطلع نفسك من المنافسه بدري؟ انت شايف اللعيبه بتطلع نفسها بره المنافسه؟ انا شايفهم مستسلمين للوضع اللي هم فيه، لان كل مره نقول هيحاولوا وهتعمل، هيحاول، لازم تحاول، لازم تكون رد فعلك اعمل اقصى حاجه عندك، اقصى اقصى ما عندك. وانتوا لعيبه فعلا انتوا خدتوا بطولات، بس افتكر خدتها ازاي؟ خدتها عملت اقصى حاجه عندك. أي. خدتها انك التزمت، خدتها انك اتلميت، خدتها انك جريت اكتر. وخد بالك الاهم، انت عارف اكتر مني في الكلام ده، مش اكتر مني، ما انت لعبت. التوفيق بيجي لك. صحيح، توفيق ربنا هيجي لك زي ما بيحصل مع الزمالك. بالظبط، عنده توفيق، ممكن طبعًا. ما بيوصلش كتير طبعا، ممكن ما تبقاش كويس طبعا، لكن لو عنده توفيق في التزام، نعم، في اخلاقيات عمل، في الناس بتجتهد، في الناس بتحاول، في الناس بتشيل بعض، نعم، كل الحاجات دي كلها. فهي الكوره مش عايزه الحاجات اللي هي ايه، العناوين، الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده. نروح لفصل ونتكلم عن بيراميدز بعد الفصل. تمام، يلا بعد الفصل بيراميدز مع الكابتن دويا السيد.